بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله عز وجل أرجوز وأعمال يسقب الأسن إن شاء الله بمحمد وآله الطاهرين. بغمبر صلى الله عليه وآله عين الخطبة أصندا كي ذكرت غزم برنج مقطعنا كينج مقطعنا نلاغا واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. الله عز وجل من انسان يزاريا فرد دابر واجب او مثلا من ادينا فلان عمالة داقنا فلان عمالة اتماقنا يوخ منن كأنما عقوبة بير منن او منن انتقام على يوخ. الله عز وجل غني على العالمين، فالفائدة والمصلحة والملاك دونجاخت كم نزارنا للعبد للإنسان، إن خيرا خيرا وإن شرا فشرا. الله عز وجل بو أمر لار بزمتشين إذن ده بأنه ومن ضمن هنا الصوم كفائدة أسوار إنسان نزاد وفائدة لارن برنتش فائدة لاغن للصوم باعتباره من العبادات، والله عز وجل من الإنسان يزاري أمره بزن وواجب يدبته. الصوم فوائد شوخت بر فائدة من الإنسان كي أج قلندق وأسس قلندق نعي ساسن يادمزا مفروض قياماتن أجدغن وسس قيامات تديلر مواقف كثيرة، يعني سيطرات ومواقف كثيرة إنسان أولنان إلى أن بأنه حساب لنا قدر مواقف كثيرة، ولارن أن بسطن هذا إنسان أج قلار وأسس قلار. فبردن جلسن أرج أولنداي أج أولنداي وأسس أولنداي مفروض بساني أجدغي أسسلغي يادي ساسن هذا قياماتن أجدغن وسوس. أي يعني نأستن ديسن بزا يعني استرم ديين بأنه بو أجدغ و أسوسلغ يادمزا صالة قياماتي قيامات يادما دشنن سورا بأنه عمل صالح استر قياماتي قتمق بأنه عمل صالح استر من ده. فبو أجدغ و أسوسلغ إنسانن مفروض نهيني يادم ساسن مواقف يوم القيامة باعتبار إنسان مادة أولدغنا ألدان دنيايا ألدان مادياتا. الله عز وجل برضا من الإنساني قويب تبرنا چه منبهات يادمزا ساسن أيها الإنسان أرخيجا بأنه قيامت وار وأرخيجا حساب وار وهكذا كي روايته قالبت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها، وكذلك روايته قالبت الله عز وجل بأنه هورج قويدو أجسوزلغ حسيسن بردنا حتى يادنا ساسن فقر يوم قيامة. فبو ثمرة وفائدة من فوائد الصوم. وبالفائدة أنا لاغن فائدة اجتماعية، إنسان أجولاندا أسوزولاندا بيستن طبقات المجتمع حبس بشكل دوغ وروزن دا الغني وروزن دا الفقير. من بالواقت فكرة يعني زنقنا دا بلن معاناة أولاشترن فقرين معاناة النج أج قال النج أسوز قال دلن أولاشترى بلن أوزن بس بالواقت أجي قويسم أوزو زنجين يشاسن معاناة الفقير أجسوزلغ حسيسن عند فضلا بأنه محاولة إدار ياخر أسن فقرة وفضلا مساعدة فقرة جساسن. بو كده فائدة اجتماعية، وكذلك برفائدة أسوار إنسان ده إرادة عنه قوات لدر إنسان ده إرادة أصلا إبداع در هر بر شيء ده. أجر إرادة olmasa هيج بر شيء ده بالمس. عند بقى مثلا أبسط شيء طلبة أجر إرادة واري سوزنده أخور وسهر وهكذا إلى أن ulaşı استادغ شهادانı alar ve استادغ neticeye ulaş. بينما eğer bir insanda rağbet yoksa فعلا hiçbir şey ulaşabilmez özünde. وكذلك insanda koyar bir أنه olsun الجانب العبادة kuvvetli olsun özünde. حتى روايته قالت عن الزهراء صلوات الله وسلام عليها كدر فجعل الله عز وجل نادى الصوم تثبيتا للإخلاص، باعتبار الصوم إمساكت يعني بر نماز حركات جرر معنى بردن مقابل، بينما الصوم نادم مجرد إمساك عن المفطرات. فبو قوير إنسان دا رياء تنمكز إراغ olsun وجانب الإخلاص olsun دا فضل نادا قواتلو olsun. وكذلك أوبر جانب ألاغن olsun دا جانب الصحة، جانب الصحة إنسان كي بكز أول ديدق الله عز وجل بر شيء فرد دندا إنسانن مصلحات شيء فرد يدي بوزن من أورجو لندم الله عز وجل من إنه مصلحات ولاش مجاقد بالتالي منا دون جاقد مصلحات نادى الصوم صحة تلاف إن الناس هورجو فائدة شوقت إنسان الصحة تزعلنا باعتبار إسلام كي قال ده إنسان زعلنا فرد دندا هورجو ده يدي بأنه صوم وتصحو. حتى أحد الأشخاص كده يعني غرب دكتور لارنان ده أوكي. دري أن أي كديا غن دكتور
كمدي بغنبار صلى الله عليه وآله نشين دري أمر بالوقاية نادي قبل العلاج وبزدد كقاعدة الوقاية خير من العلاج إنسان بو إلين بوي بوي أم برأي هيا مغير يا مغير بو فضي مغلر تراكم در في الجسم الإنسان وبالأرض بشتر بأنه إنسان دا خستالغة مغا ومنون علاجه وبأنه بو سموم كدياغان وبو مواد دهنية تراكم يدب جسم ده منن خلاص أولماغن يولن نيدين أولاجاقتي عن طريق الصوم فأو سببتان پغمبر صلى الله عليه وآله شوق تركيز يدبتي صومن زارنا بأنه صومه تصح وكذلك إنسان ده في فترة الصوم هو في عبادة الله عز وجل والله عز وجل ياخن أسأل الله عز وجل بأنه بتنجزن أعمال قبل يسن وتوفيق يسن بزي لصوم شهر رمضان المبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.